حاجه في منتهى الاهميه لابد برضو ان احنا نقول انها بتصب في مصلحه النادي الاهلي النهارده الجيل ده من اللعيبه يعني احنا يمكن انا فاكر كويس قوي واحنا بنتكلم على مواجهتين بتوع قبل نهائي ونهائي النسخه اللي فاتت كنا بنتكلم على فكره الدور اللي بيقوم بيه اللعيبه الكبار واللعيبه اللي لعبت في البطوله دي قبل كده وحققتها وكسبتها زي مثلا وليد سليمان زي جونيور اجاي زي سعد سمير اللعيبه اصحاب الخبرات، النهارده انت بتتكلم على جيل كامل من النادي الاهلي عاش ده يعني وصل للحظه التتويج دي، خد الثقه دي، لعب في في كاس عالم انديه، وخد مركز ثالث، ولعب في سوبر افريقيا، وكسب البطوله، وجرب يعني ايه يوصل لمنصه تتويج بطوله دوري الابطال ويروح بعدها كاس عالم، الاحساس ده الشعور التقل ده عامل فارق جدا ونتمنى ان شاء الله انه يتم استغلاله النهارده ويكون عامل مؤثر على ناحيتهم الحقيقه الشعباني طبعا كل تصريحاته بتقول ان احنا هنحاول ان احنا نتغلب على كل العقبات اللي بتقابلنا وابرزها الغيابات وارد جدا وزي حتى ما زميلي فاروق صلاح مراسلنا في فندق النادي الاهلي ما تكلم على التشكيل المتوقع للترجي التونسي النهارده غالبا بنتكلم على خط هجوم مختلف عن اللي واجهنا انيس البدري احتمالات بدايته قويه جدا خالد عبد الباسط محل شك يمكن اللي هيحسم ده تمرينه الترجي الرئيسيه لكن ايا كان ان شاء الله مدافعينا سواء ابتدينا ب بدر مع ياسر او بدر جنبه ايمن اعتقد عندهم القدره على تكتيف وقف خطوره خط هجوم نادي الترجي فاصل وارجع لحضراتكم على طول